اخوي سيد معاه بالدكتور شنو توا؟ شنو كويس انت؟ شنو معاه بالدكتور معك؟ والله كويس الله يسامحك. لا بارك الله فيك. شنو معاه بالاشتراك كويسه ولا لا؟ والله من الاهل الحمد لله. ان شاء الله ربي يفرج عليك من اخوك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفرج عليك. هذوم الشباب الليبيين اللي غرر بيهم عمر القذافي وظلمهم وظلمنا وفهمهم غلط وخلاهم يرفعوا سلاح على بعضهم، لكن الحمد لله جو في وسط خوتهم وجو في وسط هلهم وجو في وسط ناسهم، واحمد الله ان سبحانه وتعالى امهلكم من الوقت انكم انتم ما تقتلوش حد، واحمد الله والحمد لله. كنا ليبيين مش ناقصكم شيء الحمد لله، وان شاء الله اموركم طيبه خي وراما مش تحت ضغط الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تم هي كتيبة كتيبة خميس تم خميس. شو تريح كويس؟ شنو معاملة داخل السجن؟ لا كويس مين. شباب لمن أسألكم سؤال واحد بس بأمانة، معلش الإسلام كفيل بأن يطهرنا من ذنوبنا كلنا، هل لما جيتوا أنتوا وخاشين علي بغازي كنتوا عندكم قناعة إنكم أنتوا تقتلوا العيال اللي هنا أو الناس اللي هنا؟ الإسلام الإسلام كفيل إنه يطهرنا كنا من ذنوبنا والحمد لله. اللي قتل حد وهو أدرى بنفسه إنه قتل يقدر يستغفر ويقدر يسأل على التوبة، واللي ما دارش يكفي الدعاء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأنتوا الحمد لله جيتوا عند هلكم وعند ناسكم، وإن شاء الله ما يخصكم خير. والتريس اللي قاعدين معاهم راو تريس بهين، كلهم راو من رجالة البلاد وشباب محترمين، كلهم كلهم يشتغلوا على أمنكم وعلى حمايتكم. واو ما شاء الله. شوف الدكاترة هذوم الجنود الأقوياء قاعدين في وسط الجبهة غادي، وشوف الساعة كم مسيبين وقتهم وهلهم وجايين كم توا في عز الليل باش يعالجوكم ويطمئنوا عليكم. الحمد لله الحمد لله. وربي يغفر لكم ان شاء الله ويغفرنا، وان شاء الله نعيش في ليبيا الحره كلنا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. موفقين شباب. السلام عليكم. مع السلامه شباب. ان شاء الله ان شاء الله تعالى النصر ان شاء الله. امين يا رب امين يا رب. الله اكبر الله اكبر. الحمد لله ليبيين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. شوفوا على رب غازي واهل الشر كيف يعاملوا في الاسرى، شوفوا كيف يعاملوا فيهم، شوفوا كيف نعاملوا فيهم. الاسير الله سبحانه وتعالى ما نساش، الاسير من رحمه ربي ما نساش، ربي علمنا كيف نتعامل مع الاسرى. الحمد لله الحمد لله. قول لما انت اسمك تعال شو اسمك؟ اسمه محمد عبد العزيز علي. منين انت؟ من سبع. توفيق احمد الصغير من جنزوش. شنو المعامله داخل السجن؟ المعامله 100% 100% مش مقصرين معنا بكل. الحمد لله الله يرحم والداه. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله ربي يغفر لكم ويحرر البلاد ونعيشوا كنا خوت وفي حب في ليبيا الحلوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ربي يطيح معمر القدام ان شاء